يا جماعه عاملين مبدئيا كده يا جدعان. انا عرفت حل المشكله بتاعت المهمه اللي هناك دهيت الحمد لله. ما تنسيش اللايكات والاشتراكات عشان اللعبه شكلها بص زي ما انت شايف حاجه غلط النهارده. ايوه لعبه كراشه. لو ملاحظين يا جدعان الفريمات زادت شويتين زي ما انتم شايفين كده. هو فريم ليميت ده هو شلته يعني الخيار بتاعه، يعني هو كان مخلي لك الفريمات 30 فقط. المهم يا باشا نروح للمهمه كده على السريع ونرجع لكم. ايه وصلنا يا باشا للمكان. بص يا باشا دلوقتي المشكله زي ما انتم شايفين كده، هنعمل ايه بقى؟ اقول لكم يا باشا نعمل ايه. ندوس يا باشا كنترول رسحر ولا شعوذه، في نار بتتعمل، البتاع بقت سريعه شنه. طبعا الحل مش بالبساطه دهيت، في تايمر فوق هو ده اللي بيخرب علينا كل حاجه. هندوس يا باشا شيفت اللي هو اللي على الشمال دوت وندوس حرف الام. ندوس مره كده اخرى. انا متاكد ان كان تقريبا يا جدعان. المهم جلتشت نقتل ده على السريع. ايه ده؟ في حاجات غريبة عمالة تحصل اليومين دول مش فاهمها والله يا جدعان. ووصلنا يا باشا مرة أخرى. نرجع لكلامنا يا جدعان، نعمل الحركة اللي أنتم شايفينها دهيت. أول ما يبان التايمر ندوس شيفت اللي هو على الشمال ده إن شاء الله كده أهوت وندوس إم معاه. ندوس إم كمان مرة أخرى. بس كده التايمر ثبت كده. اعمل المهمه براحتك يا باشا. الواحد يا جدعان لما يحط حاجه في دماغه لازم يجيب لها حل. اه اهو يا باشا اخلص. ولو عنطت دي يا جدعان في حركه حلوه دلوقتي هتتعمل. بص 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 ايه ده؟ لا مش الحركه دي. ايوه دي. اي خدمه. هنمشي كده القليل يعني ونرجع لكم يعني في الاخر خالص كده لما نلف لكم لفه كده. مهمة مملة شفتها في حياتي والله. اتفضل يا عم. وصلنا يا باشا للمرة الخامسة. العادة يا باشا نوقف الطيم. بس كده. يلا بينا. وانا في المعاناة دي يا جدعان اطلب منكم طلب كده هو لايكات اشتراكات فقط. انا عارف ان الموضوع نوعا ما صعب عليكم يعني، بس مش اصعب من اللي انتم شايفينه قدامك ده. هو في ايه؟ حصل خير والله. في حاجات بتحصل انا مش فاهمها. يا رب يا رب اللعبه ما تكرش. انا مش حامل تكريشه مره اخرى. صرخ فاضل اتنين شيك بوينت. يا رب فاضل الشيك بوينت الاخير. هل سوف نفعلها؟ اخيرا على بده مهمه يا جدعان. ليا 37 دقيقه بصور في الفيديو. الله اكبر يا باشا على المهمه المعفنه دي. في تليفون جه يا باشا. نرد يا باشا على التليفون. انت في مهمه كان جديده ظهرت الحمد لله. نركب يا باشا بقى العربيه دهيت ونروح نسيف خمس ست مرات. وفي ونروح يا باشا نسيف خمس ست مرات كده اهو. بس كده كده الحمد لله. وده من المهمه نوعا ما خدت مننا جهد كبير يعني. تعال نشوف المهمه اللي محدش بيعبرها بتاعت التليفون دي. في شيك بوينت ظهر يا باشا. عارف ايه اللي 49 ده؟ بس احنا هنروح يا باشا عند الشيك بوينت اللي هناك ده نشوف فيه ايه. ده موتوسيكل بيجري، اكيد لازم نوقعه ونقتله. انزل اقتله. بس كده والله مهمه سهله صراحه. ايه ده؟ في تليفون. شكل المهمة دي يا جدعان مش هتخلص. ونروح يا باشا تاني مهمة. مش عارف ايه حكاية الضباب ده. ايه ده؟ ده الشيك بوينت على بعد مترين. اوف يا باشا. تحليلات كده اكيد يعني هنقتلها معروف. في ايه؟ في الضباب ده؟ يا باشا المشكلة يا جدعان في الفريم ليميتر ديت. شكلنا هنعيش طول حياتنا بالفريمات الكحيانة يا جدعان. بس كده. شكلي اتمديت شويه صح؟ هم عايزين نخبط العربيه بس بالراحه. خبط 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 اخر خبطتين. بس كده. هو المفروض كنا نعمل ايه يعني؟ يا جدعان لازم نخبط العربيه بالراحه جدا. ده اهو. اوكي لمسه. ادوا يا باشا اللمسه البسيطه.
بص بص ما بتقفش وكسبنا ما تعرفش زي ما انا المره اللي فاتت برضه جرينا. في تليفون جه ويا جدعان المهمه الانليمتد اللي مش عارف تخلص دي نروح نعملها كده يا باشا. اخر مهمه هنعملها النهارده ان شاء الله. انتر انتر يا باشا من قبل ما يتكلم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بيقول لي خد اسلحه وسنايبر كمان يبقى في اكيد حاجات هتحصل. المفروض نتوكل على الله ونديله واحده كده اهو اللي بعته. ايه ده في واحد جوه عربيه هنا نزنقه يا باشا. كل سنه وانت طيب الله يرحمه. لا 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 والله يا جدعان انا شبعت كراشات النهارده فمشوها كده. ما تشوفوش الكراشات والحفره في المقاشه ايها الشباب.